بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر تواجدكم اليوم، وهذا ما هو شيء غريب عليكم، دائما تكونوا موجودين يعني بالحدث. اليوم كان الفترة الماضية كلها كنت ساكت على الغطاء النفطي وبلاوي الغطاء النفطي، وكنت أمارس زوري في تقديم الأسئلة البرلمانية اللي لا زالوا الجماعة الظاهر عندهم حساسية من هذا الموضوع، واللي استغربت من رد الوزير في الاستجواب أن 98% من الأسئلة البرلمانية يتم الجواب عليها، الظاهر بس أسئلتي أنا 2% اللي ما يردون عليها. عموما مو هذا موضوعنا. في موضوعين راح أتكلم عنهم عن القطاع النفطي اليوم. الموضوع الأول وهو مصفات فيتنام، واللي كان محور كامل باستجوابنا، واللي معالي وزير كهرباء والنفط المهندس بخيت الرشيدي كان مسؤول عنها قبل لا يكون وزير. ومصفات فيتنام تعتبر البيبي، الطفل لمعالي وزير النفط. خلنا نشوف ايش قلنا، نذكركم بالاستجواب نقاط سريعة، وشنو قال الوزير راح نذكره بكلامه، وشنو صار اليوم، وين وصلنا. بالاستجواب كان هذا محور أخ أبو محمد عبد الوهاب البابطين، وتكلم عن التضليل اللي مارسه القيادة النفطية على السلطة وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وأن المشروع متعثر، وهناك رئيس تنفيذي للمصفات قاعد يمارس أمور غريبة عجيبة. وقف الوزير وقال، طبعا هو ما رد علينا، رد على يعني نقاط القيادة اللي بالنفط اللي سمحوا له يرد علينا فيها، ما الأمور الثانية ما رد علينا فيها، مثل السفينة في موضوع الموغالية ولا آخره. ووصل الوزير الرئيس التنفيذي للمصفات السمة ولا من الكفاءات، وأنه وكان طول فترة هو اللي متبني، يوم كان الأخ بخيت الرشيدي هو المسؤول. أنا اليوم ما راح أمارس دوري وقفتي هني كنائب، ولا راح أوجه له السؤال كوزير، إنما كمواطن، وأكلم خبير نفطي وهو مهندس وخريج اسكندرية، الأخ بخيت الرشيدي، وعنده خبرة ما ننكرها في القطاع النفطي، بل عطوه استثناء عشان يمددون له واختلوا طموح الناس اللي تحته، لأنه ما يقدرون يستغنون عن خبرته. لكن يوم جت الوزارة نسوا خبرته وعطوا الوزارة. شنو صار على مصفات فيتنام؟ بتاريخ اليوم، وهذه أسئلة برلمانية أنا قدمتها لك، وين وصلنا مصفات فيتنام؟ بالاستجواب أنت قلت التشغيل راح يصير في شهر 5، وإحنا اليوم شهر 7، قلت راح تحتفلون بافتتاح المصفات في شهر 5، وأكرر إحنا بشهر 7. إيش صار؟ ليش للحين ماكو افتتاح؟ شنو السر وراء مصفات فيتنام؟ الغريب الموضوع أنه بعد أسبوع من استجوابنا تم استدعاء الرئيس التنفيذي للمصفات ويابو الكويت. والأغرب في الموضوع أنه في 2 مسؤولين بالكويت مناصبهم أعلى من الرئيس التنفيذي للمصفات رايحين يشيكون. صارت قصة غريبة عجيبة، ما رضى يدخلهم المصفات. يا جماعة أنا ما قاعد أتكلم عن قصة فيلم، أنا قاعد أتكلم عن واقع صار. الأغرب أن الاثنين هربوا من فيتنام ويو الكويت على حسابهم الخاص، يعني ما انطلوا اليوم اللي المفروض يخلص البزنس تريب مالهم. صاير، هل سمو رئيس مجلس الوزراء يعرف عن هذه يعرف عن هذا الموضوع؟ هل كنتوا صادقين معاه وقلتوا له شنو الموضوع؟
يا وهالفقارة الاثنين الكويت شنو يسوون من لجنة التحقيق؟ ورئيس لجنة التحقيق اللي هو رئيس موارد البشرية بالمؤسسة، شنو صار بهالتحقيق؟ ليش تطمطم الموضوع؟ ليش بعدها رديتوا رئيس التنفيذي المصفات الكويت؟ شنو السر؟ معالي الوزير شنو السر؟ أدائك هذا وتضليلك ودفاعك عن الناس اللي تحتك راح يطير رئيس مجلس الوزراء. أنا التزمت بني ما أتكلم إلا لما تنتهي لجنة تحقيق عن 10 محاور. ناس شرفاء من أهل الكويت في هذه اللجنة وناظرين التقرير، أنا كلي ثقة بالأوراق اللي قدمتها، ولكن اللعب اللي قاعد تسوي اليوم المؤسسة وما احترمت لجنة التحقيق في 10 محاور، أنا ما أتكلم إلا عن 10 محاور، يجب أن لا تخترق هذه المحاور بأي قرار يطلعونه. الخميس عندهم اجتماع القادم، راح ينقلون عضو المنتدى للتخطيط وهي بنت مرأة بمسكونها كرئيس تنفيذي كيبك، ما عندي مشكلة، لكن احتمال تكون هنا قبول تقاعد من 1/8 إلى أحد الأشخاص اللي داش ب7 محاور من 10 محاور ويعطونا باكيج كامل، والباكيجات أحد المحاور، ويعينون بداله شخص، وأنا قلت بالاستجواب منه راح يتعين بداله وعليه مخالفة انحطت بالدرج لأن من عيالهم، احنا ناطرين يمسك وراح نطلع المخالفة حزتها، لكن أنا بيشوف شلون راح تقبلون استقالته عقب باكر. هذا اختراق للاتفاقية الأخلاقية اللي ما بيني وما بين الحكومة، إن ما يصير أي شيء أي قرار لا يتخذ إلا بعد الانتهاء من لجنة التحقيق. طيب رد على فيتنام، شنو سر رئيس التنفيذي للمصفات؟ أنا راح أعطي بعض الحقائق اللي صارت. رئيس التنفيذي ما رضى يرجع الكويت، ين مو راضي رجع الكويت. المصفات متأخرة بلسانه، قال شهر 5. سألت الوزير عشان أكون صادق، قلت ليش ما رحت شهر 5؟ قال والله عندهم انتخابات. يسلم، احنا شكلهم انتخاباتهم زين، الحين شهر 7، عندك شهر 6 كله وشهر 7، ليش ما رحت؟ طبعا الاعذار من المخبة تطلع قطاع النفطي. رئيس التنفيذي للمصفات السابق اليوم مهدد انه بيرفع قضايا على الشركة لان رجعوا الكويت. هذا اللي انت وصلت السمة، هذا اللي انت يا معالي الوزير ضللت فيه سمو رئيس مجلس الوزراء. والمعلومات اللي عندي انه فعلا رفع قضية، هذا جانب. الجانب الاخر التأخر لمصفات فيتنام واللي هي من اموال العامة، هل حاسبتوا عليه الشخص المسؤول اللي هو الرئيس التنفيذي للمصفات؟ ولا بتطلعونه؟ ولا بتقيلونه؟ والمعلومات اللي عندي رجل قدم استقالته، هل راح تقبلونها كذي؟ وخلاص وينتهي موضوعه؟ هل هذه طريقة إدارة؟ هل أنتوا كفء أنكم تكونوا حمال المال العام؟ أنا كل هالكلام صقتهم بأسئلة برلمانية، عاد أبيكم ما تردون. شنو صار على التشغيل التجاري الكامل للمصفات؟ أنت قلت وصلنا 50% بالاستجواب، شو اللي صار؟ زين منو الشخص اللي الحين عينته بدال رئيس التنفيذي للمصفات السابق؟ شنو إمكانياته؟ أنا أسأل خوفاً على الأموال العامة، ما عندي شيء مع الشخص، بس انتوا ليش مو صادقين؟ ليش ما قمت بالاستجواب واعترفت؟ ليش تضلل؟ ولا قالوا لك ضلل؟
يعني معالي الوزير احنا ندري ان مصفات فيتنام اتس يور بيبي مشروعك، واليوم للاسف طفلك ميت كلينيكيا. الأدهى الأمر أن الوزير الحالي هو رئيس البترول العالمية السابق، فهو عارف كل شيء، هو مو شخص عادي، مو وزير جديد توا جاي، وهو اللي تبنى الشخص اللي موجود، وهو اللي وصل اسمه بالاستجواب. طيب أنا بعطيك مفاجأة اسم يا معالي وزير النفط، هذه مقالة أو دراسة فيتنام انفستمنت ريفيو من الصحافة الفيتنامية. تدري تتكلم عن شنو؟ تتكلم عن مصفات فيتنام، وأن الشريك الفيتنامي بأي لحظة مهدد بأن يعلن إفلاسه شركائكم. هذا اللي أنت تقول شهر 5 ما رحت علشان الانتخابات، هذا اللي أنت قلت شهر 5 بتروح عشان الافتتاح، والبنوك غير مستعدة بأن تكمل التمويل. هذا كلام كله في المقال. انت اوريدي ضللت، فمن المنطقي اني ما راح اصدقكم، راح اصدق هذه المقاله. سمو الرئيس يدري عنها؟ هل عندكم خط رجعه؟ معناته كل كلامنا، انا ادري كل كلامنا صحيح اللي بالاستجواب، عليك اليوم تراجع حساباتك مره ثانيه. الحين قاعد تستفزون العمال، قاعد تستفزون النواب، تظنون ان الاستجواب انتهى. انا طلعت من البوديوم بعد الاستجواب وقلت الحين احنا بلشنا العمل من خلال لجنه التحقيق اللي باذن الله راح تشوفون نتائجها قريب. يلا شنو ردك الحين على هذه المقاله؟ طبعا اسلوبكم، هذا مقاله واحد كاتب لها، لا تصريحات بنوك فيها انهم ما راح يمولون المشروع، وان الشريك الفيتنامي مهدد بالفلاس، وانهم ما يبي يدفعون شيء. تبي تحملون انتو كل شيء كالعاده، نفس الموغاليا قط مليار و33 مليون على سفينه ما تملك فيها شيء، ومثل ومثل ومثل. فالحين بس تصور، فالحين بس يتصورون افتتحنا وسوينا. شنو ردك الحين مع الوزير؟ انتو فريقك شنو ردكم؟ اللي هدوك بالاستجواب، اللي شردوا بالاستجواب، اللي ما عندهم القدرة أن يوقفون يحطون عيونهم بعيوننا بالاستجواب، اللي حاربتوا أو حاربوا عشان ما تصير في لجنة تحقيق، اللي سعيتوا تحطون أسماء من عندكم ظناً بأن احنا نفس أي نائب سابق أو بعض النواب السابقين. أكررها، الزمن ذاك انتهى. راح تقبلون استقالة كينج أوف فيتنام؟ أنا دزيت لك أسئلة يا معالي الوزير، وفهمها مثل ما تفهمها، أبيكم ما تردون. عندي نصيحة للأخ العضو المنتدب للتسويق العالمي، وهذا موضوع ثاني. نصيحة أخو والله العظيم، لا تمشي بالخط أو بخط الناس اللي سبقوك، اكسب حب وود العمال اللي عندك، مو علشان تراضي اللي فوقك تدوس اللي تحتك وهم محشومين. لا أنت ولا غيرك راح يدوسن بإذن الله. لا تنتقم، نقابة العاملين مؤسسة البترول الكويتية، واحنا نوجه لهم تحية على الدور اللي قاعد يسوونه بينهم يدافعون عن حقوق العاملين، وهذا حق من حقوقهم ومكفول بالدستور بمادة 45، لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابه وبتوقيعه إلى آخر المادة. الجماعة دزوا كتاب لسمو رئيس مجلس الوزراء، الكتاب فيه شكوى بخصوص تعدي العضو المنتدب للتسويق العالمي على الاتفاقات الدولية المنظمة للحريات والحقوق النقابية
وتعمده الاعتداد على حقوق النقابة عقابا في مخاطبته لسموكم. هذا عنوان الكتاب. الجماعة قاعد يشتغلون بالحق وفي مبادئهم. لا ما يصير أروح وانتقم منهم، أوقف ترغياتهم، أهددهم. يا جماعة صدام ما قدر على الكويتيين. من تظنون روحكم؟ ترى اليوم تبه المنصب باكر ماشيين، احنا اليوم نواب موجودين باكر احنا ماشيين. يقول بينهم احرجوني. انا اقول لك من اللي احرج الكويت بسلوكك هذا؟ انت اللي احرجت الكويت، لان انت اللي دس على الاتفاقيات اللي الكويت موقعه عليها مع المنظمات الدوليه، وهو حفظ حقوق العمل النقابي والحرية. ويزاهم الله خير نقابة العاملين مؤسسة البترول الكويتية، هم قاعد يسعون أن يدافعون عن العمال وحقوق العمال في وقت بعض النقابات تخلت. هذه النقابة صمدت ولا فكروا كرسي. وراح أقول لك إياها أنا جبيلك، إذا مسيتوا حقوق العاملين في القطاع النفطي ونقابة العاملين مؤسسة البترول الكويتية، خميس الجاي عندكم اجتماع راح تأخذون قرارات نقل، راح تسكنون منصب الأخ هاشم هاشم، تعطون صاحبتكم اللي جبتوها بالاستجواب. هذه قرارات احنا ما ندخل فيها، لكن أي موضوع كان موجود من ضمن العشر محاور بالاستجواب إذا خذيتوا خطوة واحدة راح تكلفكم الكثير، وراح تكلف رئيس مجلس الوزراء قبول استقالات لأي سبب إن كان. تكج مليوني اللي هو موضوع ومحور كامل بالاستجواب ما راح يمشي. وهذه رسالتي للأخ العزيز بخيت الرشيدي ولسمو رئيس مجلس الوزراء. عشر محاور ما ينخذ فيهم أي خطوة إلا بعد الانتهاء من لجنة التحقيق اليوم موجودة. أتمنى تعلمون من الدروس، أتمنى تعلمون، وأتمنى من عضو المنتدب للتسويق العالمي يستوعب. وانظر بتشوف جماعة ايش راح يصير فيهم اذا طلع التقرير، لان ما راح نسكت. ولا زلت اقول احنا الحين بالبداية، فالقطاع باذن الله راح ينظف من اللي فيه اليوم، وانا متفائل جدا. غير هذا الفاتورة بتكون كبيرة جدا على سمو رئيس مجلس الوزراء. تفضل. في البداية اللجنة اللي عرفه إن بلشت التحقيق، شنو الإجراءات وشون ما أدري عنهم، ما عندي أي تواصل معهم، لكن اللي عرفه إن أسماء فعلا من خيرة أهل الكويت، وعندنا ثقة إن شاء الله بهذه الأسماء. موضوع الاثنين اللي راحوا، نعم في اثنين راحوا فيتنام، واللي فهمته بأن لا يعني في كمية فساد كبيرة طاحوا عليها، وعلى هذا الأساس تم تنبيههم وما دخلوهم مصفات، وكانوا بيبلهم الشرطة، وفي شخص فيتنامي ينصحهم وطلعوا، يعني بالأصح نحاشوا، وأنا آسف إني أقول هالكلام خوفا على مستقبلهم، لأن كانت في حادثة مع الشريك الياباني، وهذه المصفات شراكة ما بين الكويت واليابان وفيتنام، الرئاسة عند اليابانيين، النائب عند الكويت. فجأة صارت شغلة غريبة مع الياباني، ولولا تدخل السفارة اليابانية وطلعت ولدهم، على قولتهم راح بالرجلين
رئيس التنفيذي هناك أو تشيرمن. أنا هذا الكلام اللي عندي، وهذه رسالتي إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ورسالتي إلى الأخ خيت الرشيدي، لا يضيعونك مثل ما ضيعوا كثير غيرك. الله يعطيكم العافية.